اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد، نجم النادي الاهلي السابق ومدرب منتخبنا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني 2009. ازيك يا امير؟ والحمد لله على السلامه والف مبروك منتخب مصر 2009. حبيبي يا كابتن، انا سعيد جدا معاك وشكرا طبعا على الكلام ده، والله يبارك فيك وان شاء الله تبقى يعني بدايه كويسه مع المنتخبات، وان شاء الله نعمل جيل كويس منتخب ان شاء الله. اعتقد جيل 2009 جيل جيد، انا عارف انت عندك حراس مرمى جيدين في الفتره السابقه. قعدت اتفرج على 2007 وبعدين كابتن علاء قرر ان انتوا تمسكوا في 2009 سواء انت او كابتن عبد الستار. الجهاز بالكامل. اشرح لنا شويه اللي حصل في هذا الامر. والله يا كابتن، هو احنا في من حوالي 3 4 شهور كده اترشحنا جهاز فني، طبعا كابتن حسين عبد اللطيف يعني مدير فني، وكابتن عبد الستار صبري، كان معانا كابتن طارق الصاوي. اوكي. وطبعا الصاوي اسماعيلي. اسماعيلي ومصري وكده. اه. وبعدين ما حصلش نصيب وكان كمل معانا، جه معانا كابتن كريم ايمن، ده مدرب يبقى ليه مستوى كبير. 2009. في زد في 2009، مدربين كويسين جدا. واشتغلنا شويه على 2007 حوالي 3 4 شهور، وبعدين اخترنا اللعيبه وكل حاجه. فجه طبعا موضوع الجهاز الفني الفريق الاول لما اتغير والتعديلات في اتحاد الكوره، كابتن علاء نبيل وكابتن محمد يوسف طبعا كان لهم استراتيجيه معينه، وان هم ليهم فكر معين، وان هم يعني قدروا كان في منتخب 2009 لسه ما اتكونش، واحنا كنا في 7. وبعد كده جه كابتن اسامه نبيه وشريف عبد الفضيل واعتقد عمر نور، كلهم يعني حاول مسكوا 2007 واحنا مسكنا 2009. جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن حسين عبد اللطيف مديرين فنيين محترمين، كابتن عبد الستار صبري كان معانا ومعانا وما زال كابتن عبد الستار صبري طبعا قيمه كبيره، ومعانا كابتن كريم وانا ان شاء الله. وان شاء الله ابتدينا احنا حوالي بقى لنا حوالي بتاع 10 اسبوعين ثلاثه كده بنختار لعيبه 2009 في الجيل زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، جيل كويس جدا وده المستقبل، ويمكن هم كان لهم نظره معينه ان احنا جيل 2009 ليه مستقبل في اولمبياد وفي كاس عالم كاس افريقيا، فهم قالوا ان الجهاز الفني طبعا اللي احنا موجودين فيه ده بقى عندهم رؤيه اكتر وعندهم وقت ان هم يطلعوا لنا اولاد كويسين، وهو ده المستقبل اللي جاي جيل 2009. عندكم حاجه قريب يا امير في 2009 ولا لسه الامور؟ انا بس قبل ما نكمل كلامنا خلوني اهنئ مجلس رابطه النقاد الرياضيين 2024 الرئيس الاستاذ حسن خلف الله، الف مبروك للاستاذ حسن خلف الله. نائب الرئيس الاستاذ احمد اسماعيل، الف مبروك طبعا. الاستاذ ايهاب شعبان امينا للصندوق، الف الف مبروك. اما الاعضاء الاستاذ هشام ابو حديد والاستاذ هاني عبد الصبور والاستاذ محمد صلاح والاستاذ محمود المخبزي والاستاذ عبد الحميد فراج والاستاذ محمد غب. هذه الاسماء ستقود رابطه او النقاد الرياضيين خلال الفترة القادمة. مرة أخرى ألف مبروك لأستاذنا الأستاذ حسن خلف الله رئاسته لمجلس رابطة النقاد الرياضيين، ومعاه مجموعة رائعة إن شاء الله يكون هذا المجلس خير سند لزملائه خلال الفترة القادمة. بس يا كابتن، هو طبعا يعني ان شاء الله عندنا وقت، مفيش ارتباطات دلوقتي، ولكن احنا دلوقتي في تكوين الفريق، وانت عارف كابتن اسلام لما بتكون فريق او منتخب بنروح وبنيجي بنسافر، لان احنا عندنا يمكن كابتن كريم ايمن طبعا كان ماسك زد فعارف ناس فعارف كتير في 2009، ساعدنا في حاجات كتير، ولكن ان شاء الله نكمل. وعندنا ماتشات لسه، كنا بنتفرج على ماتشات وكان في النهارده ماتشات حتى في يعني بعيد عن مستوى الجمهوريه اللي هم يعتبر القاهره او جيزه او كده، رحتوا اتفرجتوا. وعندنا في ماتش مستنيينه اللي هو فاركو النادي فاركو نادي الاتحاد السكندري برضو نهائي اعتقد في اسكندريه. يعني احنا بنتابع، بنحاول نتابع، في لعيبه في الجونه كويسه، في رحنا دجله وسموحه، فطبيعي ان احنا لازم نشوف عينينا، لازم تشوف اللعيبه كلها، وفي نفس الوقت مش هنعتمد على السمع بس، لازم هنروح نشوف طبعا. وفي نفس وفي نفس الوقت لازم الولد حق علينا ان احنا نروح نشوف كل، حتى هنسافر الصعيد ان شاء الله في بلان محطوطه ضروري جدا مع الكابتن علاء وكابتن حسين، ان احنا ان شاء الله وكابتن محمد يوسف ان احنا ان شاء الله هنسافر الصعيد وهنسافر الدقهليه وهنسافر اسكندريه، وهنعمل منتخبات مصغره، منتخبات قاهره او اسكندريه، بحيث ان احنا نقدر نبص على الولاد كويس عشان ان شاء الله يبقى في يعني قوام كويس جدا. تالي امير السن ده بتروح وتيجي في يعني طالما ما عندكش اي يعني اي امور هذه الفتره، ليه ما يبقاش عندك كل شهر؟ ما اعرفش طبعا، دي خطه لكابتن علاء نبيل والكابتن حسين مع بعض، معاهم كابتن محمد يوسف طبعا،
لماذا لا يكون هناك مثلا تجمع اسبوعي لعدد زي ما انت بتقول كده؟ النهارده هجيب 20 واحد. اعتقد 2009 و2007 و2005 يتحملوا مثل هذه الامور. هي. اللي هو ايه خمسه لا عشان عنده ارتباطات، لكن تسعه في ثمانيه كمان وثمانيه في ما عندكوش ارتباطات، لكن تقدر تاخد كل شهر او كل اسبوعين ثلاثه 20 25 لعيب، وبالتالي تقدر تغطي القاعده كلها يعني مثلا بغطي. ويبقى عندك قاعده بقى انت بتقعد، مش انت يعني الجهاز بيقعد يكتب واحد اثنين ثلاثه وكذا، انت بالنسبه لك بتكتب عندي 10 حراس رقم صحيح. واحد كذا رقم اثنين كذا رقم ثلاثه كذا، وبعدين ممكن تلاقي رقم تسعه بقى رقم اثنين. فتيقلي السن ده كده. بص يا كابتن، هو طبعا في استراتيجيه، يعني كلام حضرتك صح 100%، وده اللي احنا ان شاء الله في البلان محطوطه. عندنا اجتماع ان شاء الله يوم الخميس، وده اللي الكابتن حسين عبد اللطيف وكابتن عبد الستار وكابتن كريم عملناه واتكلمنا فيه، ان احنا ان شاء الله في رمضان عندنا تجمع ان شاء الله في اول اسبوع في رمضان، مختارين مش 27 كمان يا كابتن اسلام او حاجه 20، احنا مختارين حوالي حاجه 40 لاعب، وفي اكتر من حوالي 6 7 حراس مرمى. في استراتيجيه معموله على المستوى البعيد للمنتخب ده، ان عنده اولمبياد وكاس عالم زي ما انت حضرتك وكاس افريقيا، فكل حاجه مدروسه وكل حاجه ان شاء الله باذن الله ليها القاعده بتاعتها، زي ما الجهاز الفني او احنا عندنا استراتيجيه وعندنا لازم يبقى عندنا قاعده من اللعيبه، لازم يبقى عندنا قاعده من الحراس، وده اللي انا بختار فيه طبعا. وبشوف وبسمع وبتابع مع المدربين، لان طبعا يا كابتن اسلام انت عارف السن ده في متغيرات كبيره جدا حقيقي. السن وانت الولد في السن ده شهرين ثلاثه بتلاقيه اختلف، فبالتالي لازم في حاجات، وفي ولاد اعتقد ان هم جسمهم او الحته اللي هي البدنيه فيهم بيبقى مميزه عن حد، ممكن اللي جسمه قليل دوت بعد فتره تلاقيه هو اللي كبر، مستوى ما بيبقاش ثابت 100% في السن دوت. احنا عاملين حسابنا لكل الكلام دوت، وحاجات هنبني عليها ان شاء الله باذن الله، لان عندنا وقت فنقدر نتفرج. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا كل فتره بنختار حوالي 30 40 لاعب كويس جدا دي على فكره، وهنشوفهم وهنيجي فتره الصبح وبعدين يعني ما عنديش مشكله. انا وجهه نظري يا امير برضو طبعا، وانتوا ادرى كابتن حسين ومعاه المجموعه ادرى في هذا الامر، خدوا 30 واحد واقعدوا بيهم اسبوع صحيح، بحيث ان انت تشوفهم مره واثنين وثلاثه صحيح، 30 اللي بعدهم يبقى عندك 200 300 400 واحد صحيح، شفتهم كلهم وبعدين تختار ال 200 دول تخليهم 100 وال 100 تخليهم 50 صحيح، وبالتالي تبقى مركز في ال 50 صحيح، مش هتجيبهم لكن هتجيب 30 حد حصل له حاجه او مستوى نزل هتجيب من ال 20 اللي فاضلين صحيح. تيقلي وفي لعيبه مصابه، يعني في لعيبه احنا شفناها للاسف اتعوروا في الماتشات الاخيره، لعيبه مميزه جدا اكيد برضو بقى لهم دور الفتره الجايه أيوه. في ولاد عينينا عليهم اوريدي كانوا ماشيين بشكل كويس، لعبوا دوره زد كانت بطوله كبيره جدا، الولاد لعبوا في حارس خد احسن حارس اسمه مالك في نادي الزمالك، حارس مميز، عندنا حراس مرمى كويسين، عندنا لعيبه كويسه جدا، فانا شايف ان الولاد دول هيبقى لهم مستقبل كبير جدا، وده اللي احنا بنعمله ان احنا ان شاء الله باذن الله كل فتره كده هنختار 30 40 لاعب ونبتدي نبص ونصفيهم واحنا عارفين كويس قوي يا كابتن اسلام ان الولد مش هتلاقي مستوى ثابت، هتلاقي مستوى ممكن النهارده يبقى كويس ممكن بكره ما يبقاش كويس، ولكن في الـ 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 العمود الفقري بتاع المنتخب احنا حاطين ايدينا عليه وعارفينهم كويس، شفنا فيديوهات ليهم، كابتن كريم متابع، كابتن عبد الستار كان متابع، كابتن حسين متابع، واحنا نفس القصه، بس احنا كنا مشغولين شويه بسبعه، ولكن احنا عندنا درايه، يمكن انا كمان كنت وانا موجود في البنك الاهلي كنت مشرف على حراس المرمى فكنت بتابع الماتشات الماتشات كلها لان يعني الحراس كلها لازم اتابع، فبالتالي عارف اللعيبه في 2009 وكذلك كابتن عبد الستار وكابتن حسين، وطبعا الكابتن كريم ساعدنا في ده بشكل كبير جدا، ومستمرين عندنا اجتماع ان شاء الله بعد بكره وان شاء الله في اول رمضان باذن الله. كمان عبد الستار صبري من الناس اللي عينيهم حلوه طبعًا. جدا وكويسه جدا، وكان له دور في اختيارات كثيره، وكابتن حسين طبعا واحد من الاسماء الكبيره جدا في عالم التدريب، ربنا يكرمهم ان شاء الله وتبقى اموره جيده جدا في هذا. لعبت كم ماتش اهلي وزمالك؟ لعبت حضرت كم ماتش حتى لو يعني انا لعبت كتير كتير يا كابتن، لعبت كتير جدا وخصوصا الفتره انا لعبت بشكل اساسي مع النادي الاهلي، لكن غير كده حضرت ماتشات اهلي وزمالك كتير، الماتشات دي بتبقى ماتشات تاني. انت الكاس كله كنت بتلعبه تهيألي دايما؟ الكاس كله حتى الفتره اللي حضرتك كان موجود فيها كنت بلعب الكاس كله يعني مانويل جوزيه كان دايما صحيح. انت عارف مستر مانويل كان عنده استراتيجيه معينه زي اوروبا، انك انت الحارس الاساسي بيلعب تشامبيونز ليج وبيلعب دوري، وانا او كابتن نادر او ايا كان الحارس الثاني كان بيلعب هو الكاس ايا كان، حتى لو وصلنا النهائي يعني شفت حضرتك مثلا كنت تلعب اساسي على طول دوري واول اخره،
لكن في الكاس مستر مانويل عايز ياخد بطوله، انت عارف ان الاهلي دايما بيلعب على بطوله وبيلعب على المكسب على طول، فبالتالي كان الحارس البديل بيكمل حتى لو وصلنا الفاينل. صحيح. اه ولعبت الحمد لله كتير ماتشات، الماتشات دي يا كابتن اسلام عايز اقول للناس او اللعيبه اللي فاكر ماتش 4-3؟ ايوه فاكره طبعا. الماتشات دي بتبقى احسن ماتشات، الماتشات دي اللي بتعلم مع الجمهور، الماتشات دي اللي انت اصلا بتستمتع بيها. ليه؟ انت عندك جمهور كبير، انت نادي نادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار وعندهم جماهير كبيره جدا سواء بره او جوه مصر، فبالتالي الجمهور انت ما بتعرفش تلعب اصلا غير بالجمهور، فبالتالي انت الماتشات دي بتبقى ماتشات سهله، ما بيبقاش فيها مان تو مان وناس تكتل دفاعي وناس مش عارف بتلعب ازاي، الماتشات بتبقى مفتوحه، الماتشات بتستمتع بيها، ماتشات سهله مش صعبه، ولكن هي بتبقى عايزه تركيز، عايزه شخصيه، عايزه اتزان نفسي، عايزه كل حاجه، انك انت مركز. الماتش ده مهم جدا، بطوله، لان يعني زي ما حضرتك قلت في الانترو ان ماتشات الاهلي النادي الاهلي ونادي الزمالك حتى لو ماتش ودي بتبقى بيبقى ليها نظره مختلفه. اه وحتى لما نيجي نعمل ماتشات اعتزال وحتى لو عملوا ميكس التيشيرت نفسه في تنافس جوه الملعب، تنافس جوه الملعب وتنافس ما بين النادي رقم واحد والنادي رقم يعني اثنين. انا بتكلم هنا رقميا برضه عشان ما حدش يودينا للسكك اللي بتتقال، لكن انا بتكلم هنا رقميا. هنكمل كلامنا مع كابتن امير عبد الحميد وهساله عن ماتش 4-3 لان عندنا فيه ذكريات كثيره جدا وامور كثيره جدا تخص هذه المباراه، ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ماتش 4-3 ده من الماتشات التاريخيه الحقيقه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ مجموعه اللاعبين اللي كانوا موجودين او مجموعه او الجيل اللي كان متواجد في هذا الفتره. الجون الاولاني بتاع عمرو زكي انت فكرت فيها ازاي؟ انت وشادي تهيألي صح؟ انا وشادي وكابتن عماد وشادي وعماد وتقريبا احمد السيد، احنا الاربعه كنا على بعض. انت وشادي انت وشادي وعماد وتقريبا احمد السيد كمان دخل في احمد دخل في يعني بس انا اللي لبستها في الاخر يا كابتن. ليه بقى؟ انت فكرت فيها ازاي؟ يعني ايه اللي حصل في اصل حاجه غريبه ده احنا كلنا واقفين. بص الماتش ده كان غريب جدا يا كابتن، يمكن انا عملت الكاس كله كويس جدا والماتش ده كنت بادئ الشوط الاولاني كويس جدا، بعد كده حصل تغيرات ما اعرفش جت ازاي والدنيا راحت فين، ولكن يعني هو في الاول وفي الاخر يمكن خدت احسن حارس في البطوله وفي الماتش نفسه خدت احسن حارس الحمد لله. انت شلت كتير بس دخل فيه جون غريب اللي هو ده بتاع جمال حمزه كمان في جمال الثالث اعتقد. بس هقول لك الجول الاولاني كان هجمه بس خلي بالك الناس كلمت على الجول لكن انا اللي عامل الجول الاول بتاع متعب. انت اللي عامله طبعا. انت شايل فيه كورتين برده، واحده من جمال وواحده من عمرو، جونين بالظبط. فالجول الاولاني كان عمرو زكي اعتقد كان عامل عمليه في مناخيره. فما فيش بقى، كانت ساعتها وقتنا ما كانش فيه ماسك بقى وبتاع، فحاطط بلاستر اللي هو اصلا مستحيل يعمل ده. هو دخل كان انتحاري في الكره دي. هي لونج باس من تقريبا عبد المنصف او حد من المدافعين. عبد المنصف. نطه فاحنا كلنا واقفين. يعني انا بعيد وهو عماد وشادي وانت وراهم تقريبا واقفين عليك وانت واقف عليه مش عارف هي يعني اللي حصل يا كابتن اسلام. يعني انا عمري ما سالت عماد وشادي في الموضوع ده. هقول لك انا بقى الكره متعمله طويله، طبيعي انت عارف طبيعي ان الف بي كوره انك انت معموله لونج باس من المدافع او من حارس مرمى، وانا كمدافعين لازم اطلع بالهيد ما ينفعش تنط. بس هي عدت نطت ماشي، وبعد كده ايه شادي سابها لمين؟ الكابتن عماد، فبقت بيني انا وبين الكابتن عماد، فانا ايه كابتن عماد قال له شيل يا شادي، وشادي اتكل على كابتن عماد وانا قلت له شيل يا كابتن عماد وبعد كده امير انت فقلت طيب بدليل لو انت جبت الكوره هتلاقيني انا بمسك الكوره كده هي عاليه ما ينفعش امسكها كده، انا مستنيها تجيلي، انا مش شايف عمرو جاي من الجنب يعني انا مش شايف عمرو، فطبيعي ان انا امسك الكوره كده او اطلع امسكها من فوق لكن انت مستنيها لتحت. انا مستني لتحت، فعمرو جه من قدامنا كده بين عماد وانا راح حطها بدماغه هي في ثانيه. بس انت عملت بعديها على طول الجول لمتعب، بعديها كابتن حازم امام كان كورنر وبعد كده انا مسكتها وعملتها على طول لمتعب. هي واحده فلافيو لمسها لمس ومتعب حط على طول. لكن احنا الحمد لله ودي كانت لعبه معتاده برضو بالمناسبه. طبعا كان ساعتها يمكن انت لو تفتكر موقف مستر مانويل جوزيه مع ابو تريكه في ماتش الاسماعيلي لما قعد يقول له انت صفر كبير صفرين وما جيتش وقعد يسال كذا واحد صفرين قال له صفرين صفرين صح بيعمل كده بايديه وسال واحد فانت عارف بالنسبه له كان ابو تريكه عامل ازاي، فهو بالتالي سال وكده فابو تريكه كان ساعتها ماتش النادي الاسماعيلي جاب جول اولاني انت عملته له عالمي صح. انا اللي عامله له صح شفت انت رفعت الاوفر منين اساسا؟ من نص الملعب بخطوه خطوتين كنتش بجري كتير كنت ذكي جدا وبعدين ايه انت عملتها لا ابو تريكه حطها حلو قوي هو حطها محمد فتحي اعتقد الحارس المرمى فتحي الماتش انا كنت كويس جدا جينا النهائي بقى الحمد لله عملنا ماتش كويس ولكن الاجوان بس اللي جت الجول الاولاني بتاع الجول الثاني بتاع ده الاولاني عمرو شيكابالا
شيكابالا هو تحس ان هي كره مش جامده. هو يعني شيكابالا اصلا انا وقفت له اصلا انا كنت واقف قدام الكوره. عاشور كان المفروض كان يضغط اكتر يعني كان بعيد انت بعيد عنك خالص. انا بعيد مش قصدي بس انا قصدي اقول لك انه ايه انا فاتح له عشان يلعب لانه كان طارق السيد اعتقد صحيح. جاي فهيلعبها له انت هتقطع فانا هقطع عاشور اللي كان لازم يضغط بشكل اكتر. عاشور جه مشي وراه. هو شيكابالا عنده ميزه بصراحه, هو لعيب كبير ان هو مشي بالكوره. انا مفروض ما امشيش معاه خطوتين ثلاثه, كنت لازم خطوه. والماتش ده مش معانا يا برجاوي, ما تجيب لنا الماتش ده واحنا يعني اعتقد انه يعني ما فيش مشكله يعني لو جبت الجون او الجونين دول. فهو مشي بالكوره حوالي 4-5 خطوات. هو عنده ميزه يا اما يحط يعني بثرو يا اما يحط يقفل هو رجل. انا رحت مع الثرو صراحه لان انا الثرو هيروح. هو مشي وشاط اهو اهي يعني دي كوره متعب. ده اللي انا عملته متعب. ده اللي انت عملته فلافيو طق متعب الثانيه في الجول. ودي لعبه يا جماعه برضو عشان تبقوا حضراتكم عارفين, دي لعبه كان متعود عليها مانويل مستر مانويل يقول لامير اعملها طويله وفلافيو اعتقد وبركات او فلافيو وبوتريكا يغيروا مع بعض وواحد يلمس. وخلي بالك متعب يقطع جول الصفاقسي جه كده. بص اهي يا كابتن اسلام ماتش الصفاقسي جه كده. لا بص القطعه أيوة. رجعها سنه برجاوي والنبي رجعها لو رجعتها سنه لا ماشي ايوه. بص انا لعبت امير اهو انا لعبت دي لعبه بتتلعب على طول طبعا. انت عندك بص القطعه بتاع. بص القطعه بص مين تحتيهم ابو تريكا هو فلافيو قطع هرب ابو تريكا راح يمينه بالظبط بحيث لو اتلعبت خلاص. وبعدين متعب لمسه والتانيه خدها بصراحه. خلي بالك احنا جون الصفاقسي في النهائي عملناه كده عملنا كده لونج باس لونج باس من شادي فلافيو لمس ابو تريكا حط فدي يعني لعبه متفقين عليها. والجون الثاني لو برضو جابوه عشان الناس برضو خلي بالك الماتش ده ما تحللش كويس. انا وانا مع حضرتك كابتن عايز استغل الفرصه دي ان ماشي. الجون الثاني بتاع جمال حمزه لو خدت بالك هو بس جمال جون يعني مش عارف انت مش عارف دخلت ازاي هقول يعني. لك انا نفسي وانا قاعد انا كنت طلعت تهيألي والله ما انا فاكر المهم تقريبا وصديق نزل كان فأنا مش فاكر مش مصدق انت لقيتها في الجول. انا لقيتها في الجول وانت نفسك يعني عملت تراي. خلي بالك عملت تراي. هو القصه كلها ان جمال حمزه من تحت رجله حطها بسن الجزمه فين طيب. بقى من عند كابتن عماد النحاس جنب معلش عشان دي نقط مهمه جدا ولكن انا معايا برضو يعني نجم كبير من النجوم الكبار الحقيقه اللي موجودين في عالم كره القدم ارونا كوني مهاجم منتخب كوت ديفوار وفريق اشبيليه الاسباني وايفرتون الانجليزي وايندهوفن الهولندي السابق الحقيقه وكلام مهم جدا فيما يخص مثل هذه المباريات. ارونا يعني مرحبا بك على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا ده شرف لدى المشاركه معاكم النهارده. طيب في البدايه يعني طبعا عايز اكلمك او اتكلم معاك عن النادي الاهلي لان النادي الاهلي هو الاكثر تحقيقا للبطولات على المستوى العالمي, تاني نادي تحقيقا للبطولات القاريه بعد ريال مدريد. برايك نو جو بونس كو الاهلي افيك تو لي نومبري تيت كيز اون الأهلي بكل البطولات حصل عليها يعتبر أكبر النوادي العالمية, نادي يستحق الاحترام ومصر كمان بلد كبيرة. لديها الكثير من المهارات في مجال كرة القدم وهو علامة مميزة في عالم كرة القدم. طيب طبعا ألف مبروك لفوز كوت ديفوار في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية وتتويج كوت ديفوار بعد معاناة الحقيقة في دور المجموعات. يعني شفت فوز الكوت ديفوار في هذه النسخة اللي الكثير بيعتبرها واحدة من أفضل النسخ اللي تمت في الفترة الأخيرة. في الحقيقة كان انتصار كبير لكل الشعب الإيفواريان أنه يحقق ويكسب البطولة. كان شرف لكل البلد. دي تاني مرة الكوت ديفوار تنظم. المرة دي كان الأمر مختلف شوية عن المرة الأولى.
المرة دي 24 فريق قاموا بالمشاركة مع الكثير من التنظيمات، فكان الأمر مختلف، ونحن نأتي بالنجمة الثالثة، فده كان مجهود كبير على الفريق. اللعيبة كانوا مضغوطين ومعظمهم كانوا من الشباب، فده كان ضغط عليهم. المشاركة في كان بالأخير قدرنا أن احنا نكسب ونأتي بالكاس في الآخر. فايه الحقيقة نجح في تغيير شكل وطريقة أداء كوت ديفوار بعد أداء هزيل الحقيقة مع المدير الفني الفرنسي اللي قبله يعني جاكسي؟ هل أنت متفق مع قرار الاتحاد الإيفواري في استمرار فاييه مدربا للمنتخب؟ وهل كوت ديفوار قادرة على التأهل لكأس العالم القادمة؟ J'étais très très étonné parce que la fédération n'a pas démis l'entraîneur Gasset de ses fonctions. Ça a été une démission. شبه قاموا بعقاب جاكسي وكل الشعب الإيفواري كان مستغرب من قرارهم، يعني هو فعليا هو ما تمش إقالته، هو اللي قدم استقالته. وفي الحقيقة ما كانش في حل تاني غير بعد ما قدم استقالته، ما كانش في حل تاني غير التكملة مع فاي. وهو كان عنده قدرة انه يدير الفريق بشكل ملحوظ بشكل جيد، وكان عارف وكان قريب للشباب مقارنة بجاكسي، فبالتالي كان عنده مقدرة للتواصل معهم أفضل منه والتأثير عليهم ووضع كل لعيب في مكانه الصحيح، فبالتالي ده كان بيشارك في تحسين أداء الفريق وساعدهم كتير ان هم يحسنوا من مستواهم. وبفضل المغرب طبعا ده ساعدنا للتأهل، فده كان حماس زايد ليهم، ده حمسهم ان هم يقدموا على الخطوة اللي بعدها ويكسبوا. بعد السنغال والكونغو كان تجربة عظيمة لفاي ان هو يقدر يدير الفريق ويعدي بكل ده السنغال والكونغو ويقدر يوصل الفريق ان هم يكسبوا. طيب الحقيقة سباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند والحقيقة تجاوز صعوبات كبيرة جدا حتى استطاع ان يفوز مع كوت ديفوار وتحقيق انجاز تاريخي ليه الحقيقة بدعم من الجيل بتاعكم انت ارونا ومجموعه اللاعبين سواء ديديد ركبة اللي كان له لقطات شهيره جدا في الملعب. نون سا ايتي تري تري ديتيرمينون بو وجود ديدي كان عامل مؤثر، هو علامة من أكبر علامات الكوت ديفوار، وهو يعتبر سفير للبطولة وممثل لها. كمان يوجد يايا توري يعد ممثل للبطولة لكنه لم يكن له لم يتبقى له العديد من الوقت حتى يستطيع المشاركة، فوجود دي ساعدهم كثير ودعمهم معنويا وشجعهم
حتى يستطيعوا الفوز. وجوده أثناء الماتش كان لعامل مؤثر، شجعهم وحمسهم إن هم يكسبوا وداهم أمل في الفوز، فوجوده كان لعامل مهم جدا. طيب هاخدك لمباراة الأهلي والزمالك، المباراة معروفة إن هي من أقوى الدربيات في العالم الحقيقة، وإحنا مقبلين على مباراة مهمة جدا يوم الجمعة. شايف الديربي أو الكلاسيكو ما بين الأهلي والزمالك إزاي في ظل هذه الأجواء اللي حضرتك اتكلمت عليها، سواء في مصر أو في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك؟ Oui, je trouve que c'est comme vous l'avez dit, c'est l'un des meilleurs derbies. الأهلي والزمالك يعتبروا من أهم الفرق في عالم الفوتبول، هم من الدربيات المشهورة في العالم كله، في كل بلد في أشهر الدربيات، أشهر دربياتها. فالأهلي والزمالك مستوى عظيم من الدربيات، أظن أنه هيكون ماتش كبير عظيم يستمتع به كل محبي كرة القدم خاصة مشجعيهم. أتمنى أن هو أن احنا يكون لنا شرف أن احنا نتفرج عليه وأن هو إن شاء الله يتم على خير. طيب محمد صلاح وما يقدمه مع فريق ليفربول الحقيقة، ومن وجهة نظرك يعني هل يستطيع محمد صلاح الفوز خلال الفترة القادمة، ولا كبر، ولا إيه من وجهة نظرك؟ هل يستطيع أن يفوز بأفضل لاعب في العالم ولا صعب؟ أنا شايف إنه الأمر صعب شوية في الفترة الحالية. لأنه الوضع الحالي ليفربول مش هو نفس وضع ليفربول كما كان من سنتين قبل. ماني السنة دي ومن السنة اللي فاتت ليفربول كانت بتحاول تأتي بلعيبة أكثر شبابا عشان يحدثوا ويشتغلوا على أداء الفريق، فهو حاليا يعتبر هو الوحيد اللي يحمل أو شايل الفريق، فأظن أنه في مرحلة ما هيكون أجهد وتعب بما أن الاعتماد الكلي عليه مقارنة بما كان الوضع عليه من قبل. فحاليا الأمر صعب. فلو رجعت ليفربول نفس مستواها من قبل وأدائها كما كانت، محتاجة مجهودات كثيرة حتى تستطع من جديد السيطرة على أوروبا إن شاء الله، ويستطع حينها طيب صلاح الحصول على هذا اللقب. أرونا كونيم مهاجم منتخب كوت ديفوار وفريق أشبيلية الأسباني وإيفرتون الإنجليزي وإندهوفن الهولندي، شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. أمير، مباريات الأهلي والزمالك دايما بيكون لها طابع خاص، زي ما كنا بنتكلم عن هذه المباراة، مباراة 4-3 2007 أعتقد. 2007 2007 أعتقد 2007، لأنه بعدها كان عندنا أسك في كوت ديفوار. صح صح صح، وحصل حاجات فانا فاكرها كويس جدا. طيب الـ المباراه القادمه الكل بينظر ليها ان هي مباراه
في ظل أجواء رائعة ما بين الجماهير، ما بين الإدارات، ما بين حتى ما سيحدث من هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي الشيخ اللي عامله بعدد كبير بنقل هذه المباراة بعدد كبير من الكاميرات وحاجات كتيرة جدا. فبالتالي اللاعب ما قداموش غير أنه يفكر في شيء واحد، حتى طاقم التحكيم لن يكون مصري وسيصبح طاقم تحكيم على ما قيل أنه سيكون طاقم تحكيم عالمي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن. وبالتالي كل شيء مجهز ان احنا نشوف مباراه جيده فنيا بوجود مدير فني زي كولر وجوميز. والله يا كابتن اسلام، هو طبعا هي مباراه عالميه على اراضي عربيه. صحيح. يعني يمكن احنا الاستاد اعتقد اللي لعب فيه ميامي والنصر والهلال وكده استاد على اعلى مستوى. نعم. بتتكلم في بلد شقيق، بتتكلم في جمهور كبير جدا سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك، بتتكلم في امكانيات لعيبه على اعلى مستوى سواء هنا او هنا. نادي الزمالك دعم بلعيبه، النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا مع تدعيم، كل فريق عايز يكسب ويضيف بطوله للتاريخ للنادي بتاعه، اثنين مدربين على اعلى مستوى، لكن طبعا مستر كولر عنده خبره اكبر. السكواد بتاع النادي الاهلي عنده لعيبه مميزه جدا مع الشخصيه ومع الطموح ومع الاهداف اللي النادي الاهلي عايز يحققها. النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، النادي الاهلي دايما بيلعب على التتويج زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام، اكيد حضرتك عارف والناس كلها عارفه. شايف ان المباراه مهمه جدا، وزي ما قلت لك ان يعني كل حاجه تقول للعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك استمتعوا باللعب، الملعب، التجهيزات، الكاميرات، استعداد كبير جدا. تركي الشيخ طبعا عامل مجهود كبير جدا في اللقاء، في ناس عالميين هيكونوا بيحللوا اللقاء، فانا شايف ان كل حاجه متاحه ان اللعيبه تستمتع باللقاء. ولكن زي ما قلت لك الماتشات دي هي ملهاش مقاييس معينه، شويه حسب حاله اللاعب نفسه في المباراه والتشكيل المناسب او اللعيبه اللي هتلعب يكونوا موفقين في اللقاء. الماتش ده محتاج تركيز كبير جدا، تعرف ماتشات الاهلي والزمالك كابتن اسلام بتبقى يعني الغلطه ممكن تفرق مع تيم، يعني انت ممكن يبقى في سيطره من نادي ولكن خطا معين او عدم تركيز انك انت بتحرص هدف مع توفيق فريق التاني ان هو في ثانيه يقدر يجيب جول، ماتشات ما لهاش مقاييس. ولكن التركيز مهم، عامل اساسيه جدا، تركيز مهم، شخصيه مهمه، حاله اللعيبه والتوفيق ده قبل كل شيء. فانا شايف ان المباراه تبقى مباراه ان شاء الله نستمتع بيها، وفي نفس الوقت يعني اتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى فيها مستوى فني كويس، سلوكي كويس، الناس كلها بتتفرج، العالم كله بيتفرج على المباراه. واتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اكيد عنده اهداف كبيره جدا ان هو يحقق البطوله ان شاء الله. رايك في تدعيم النادي الاهلي بالزنفولي يا امير؟ ما سالتكش عن هذا الامر. طبعا احنا قبل كل شيء بنتمنى طبعا السلامه للشناوي. زنفولي طبعا كان يعني اختيار موفق للي لما جيت معايا مره واتكلمت عليه بشكل جيد اعتقد. زنفولي عنده خبرات ولعب في نادي البنك الاهلي كان موجود، وبعدين راح انتقل للداخليه عمل مستويات كويسه، يمكن حصل له كان اصابه في نادي البنك الاهلي، ولكن هو قدر بعزمته يرجع وقدر ان هو يعني يرجع لمستوى ثاني ومع المشاركه مع نادي الداخليه. طبعا انا شايف ان هو اختيار موفق للفتره دي، لان طبعا هو عنده خبرات، لعب في الدوري، طبعا ما كانش فيه توفيق ان هو يتأيد في افريقيا، ولكن النادي الاهلي عنده استراتيجيه زي ما قلت لك كابتن اسلام، بيفكر كويس جدا ان انا عندي النهارده الشناوي رقم واحد في مصر، عنصر مهم جدا في التيم، كابتن التيم، فبالتالي النهارده مصطفى شوبير شفناه في لقاء النهائي افريقيا ماتش الوداد، مش سهل انك انت تلعب ماتش نهائي افريقيا وبقالك فتره ما بتلعبش، تلاقي نفسك بتلعب ماتش نهائي افريقيا، هتتقارن بواحد من احسن حراس مرمى في مصر ومن احسن حراس مرمى في افريقيا. صحيح. فبالتالي كان عليه ضغوطات كبيره جدا، ولكن هو يلعب بالشخصيه دي، عندك حمزه علاء موجود وعندك مصطفى مخلوف، في نفس الوقت الزنفيلي الفتره دي هو موجود في الدوري ومصطفى بيأدي بشكل كويس، ودي فرصه حلوه لمصطفى ان هو يستمر على مستوى التالق اللي هو فيه. عايزه يبعد عن السوشيال ميديا خالص، عايزه يركز. وانا قابلته على فكره تاني يوم اعتقد لما جه ماتش افريقيا واتكلمت معاه، لسه باعت له مسج من يومين ان هو يستمتع باللقاء، ماتش مهم،
ما تحطش نفسك في اختبار انت خلاص ماتش الزمالك ماتش الزمالك اللي جاي ان هو يستمتع باللقاء ان شاء الله ويؤدي ويستمر في نفس لان طبعا لما يجي محمد شناوي الامور هتبقى مش سهله ولكن عنده وقت كويس ان هو يقدر يبقى مركز ويبقى هادي ويلعب ويبقى عنده فرصه كمان ان ممكن يبقى في تواجد دي في المنتخب فانا شايف الزنفولي الفتره دي فتره مهمه للزنفولي وفي نفس الوقت النادي الاهلي شايف ان الفتره دي محتاجه لواحد زي الزنفولي ان هو يكون موجود فاختار موافق للنادي الاهلي ومدير التعاقدات في النادي الاهلي يعني. امير عواد ولا صبحي اللي هيلعب الزمالك اللي هيلعب وجهه نظرك طبعا انا شايف ان يعني هو في تخبطات شويه في نادي الزمالك في الحته دي ان انت عندك النهارده وانا متهيألي هي ماشيه بحته ان صبحي لو ما جددش فهو مش هيلعب ان عواد لو ما جددش وسافر السعوديه او سافر في حته تانية او مش هيجدد في الزمالك مش هيلعب انا شايفها ماشيه في الحته دي مش فنيا بس لان طبعا عواد كان ماشي بشكل كويس بعد كده صبحي عشان موضوع المنتخب وراح ورجع وما كانش ماضي في نادي الزمالك وكان في مشكله في التجديد فرجعوه تاني فانا ما اعرفش هل في كونتاكت بين جهاز فني منتخب ونادي الزمالك ان صبحي يلعب وصبحي لعب ماتش اسماعيلي لو فني ولا... لو انت شايفها فني عواد ولا صبحي فنيا لا انا شايف ان فنيا وخبرات وكده عواد هو اللي يلعب انا شايف من وجهه نظري كده ولكن نادي الزمالك هيلعب صبحي اكيد لان هو خلاص هيستمر وهيكمل في نادي الزمالك هو اللي شغال الفتره الاخيره لكن لو سالتيه فنيا اكيد الاثنين جوال كويسه ولكن عواد خبره اكتر لعب شارك في ماتشات اهلي وزمالك اكتر فبالتالي ممكن الجهاز الفني خلاص هو استقر على صبحي ولعب اخر ماتش اعتقد ان صبحي هو اللي هيشارك المباراه يعني. ازاي اللعيبه تبص للماتش ده يا امير؟ يعني انت لما كنت بتلعب ماتشات اهلي وزمالك كنت بتعمل ايه؟ او كيف تنظر لهذه المباراه لما كنت بتلعب؟ طبعا اجتماعات كتير بنتكلم كل الناس بتتكلم اللعيبه الكبار بتتكلم مع اللعيبه اللي هي ما عندهاش خبرات كبيره جدا كل واحد عارف اهميه ان المباراه وعارف ان دي مباراه حاسمه البطوله مهمه تضاف لسجل وتاريخ النادي الاهلي شايف ان اللعيبه يعني عندها خبرات كبيره جدا لعيبه دوليه لعيبه مرت بالكلام ده كتير لعبت في اجواء عالميه واجواء يمكن اعتقد النادي الاهلي كمان اخر كاس عالم الانديه كان في السعوديه فهو واخد على الاجواء دي المشاركه لعيبه بتادي بشكل كويس جدا اللعيبه اللي موجوده كان طبعا مستر كولر بيعمل روتيشن في التشكيل في ناس ثابته في ناس متغيرات حسب الاصابات وحسب حاله اللعيبه اللعيبه عادت من اصابه وجودها مهم جدا لعيبه كانت بقى لها فتره كبيره ما بتشاركش ان شاء الله هتشارك عامل طبعا تنافس قوي بين في كل مركز باتنين ثلاثه النهارده بتشوف هاني بتشوف اكرم بتلاقي كهربا بتلاقي مودست ابتدى يدخل خلاص وسام نفس القصه بتتكلم اصابه ياسر طبعا اصابه مهمه ما اعرفش بقى طبعا اكيد مش هيلحق المباراه اللعيبه اللي موجوده اكيد هتأدي بشكل كويس كل واحد عارف قيمة المباراة فأنا شايف إن اللعيبة أقول لهم إن هم يكونوا مركزين 100% إن الماتشات دي ماتشات مهمة ماتشات 90 دقيقة لازم تكون مركز مش أول دقيقة بس لأن طبعا مهم جدا بداية اللقاء يا كابتن إسلام مع نهاية الشوط الأولاني وبعد كده بداية الشوط الثاني ونهاية الشوط الثاني فأنا شايف الماتش 90 دقيقة لازم تكون مركز حالة اللعيبة لازم تكون في تركيز في يعني كل لعيبكم مقربه مع بعض قلب واحد شخصيه النادي الاهلي بتفرق في الماتشات اللي زي دي فانا شايف ان اللعيبه ان شاء الله جاهزين مع مستر كولر والجهاز الفني المسانده الجمهور اكيد هيفرق جدا بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي فاتمنى لهم انهم يكونوا في حالتهم يكونوا مركزين مستر كولر يكون حاطط التشكيل المناسب في اللقاء وان شاء الله النادي الاهلي يحرز البطوله ان شاء الله. هل في تشكيل في دماغك بالنسبه للنادي الاهلي يبقى هتلعب بيه كمدير فني لهذه المباراة؟ لا هو اعتقد ان هو يعني هيثبت تشكيل يعني مش هيغير كتير هو اصل الماتش اللي فات عمل حاجة والماتش ده حتى جوميز بيعمل كده ولكن جوميز مستر كول بيعملها روتيشن لكن جوميز بيعملها لانه عايز يتفرج على اللعيبة كلها انا شايف ان مستر كولر هيحط يعني هيحط التشكيل المناسب يمكن كمان عوده كوكا كمان مميزه جدا ان هو يرجع يؤدي بشكل كويس في الحته دي عندك قفشه كمان انه يرجع ويلعب ويؤدي بالشكل ده اكيد هيفرق كهربا هتلاقيه متعطش للقاء طبعا مودست ابتدى يفوق امام لعيب كبير يعني كل اللعيبه بتؤدي بشكل كويس وانا شايف ان هو يعني اي حد كابتن اسلام هيلعب اعتقد ان هو هيبقى ليه دور
ما عنديش تشكيل ثابت، ولكن السيستم اللي مستر كولر عامله ده كويس جدا، سواء انت بتلعب بتشكيل ثابت او بتغير، كل الناس بتلعب بنفس السيستم، فدي حاجه كويسه جدا مستر كولر تحسب ليه والجهاز الفني ان هو هطالب كولر بايه؟ يعني انت لو انت ككولر هطالب اللعيبه بايه؟ هطالبهم تركيزهم في ايه؟ ان هم يركزوا ان هم ما يفقدوش الكوره بشكل كبير، يحافظوا على التركيز، يحافظوا على الباس كويس. اكيد هو عارف طبعا ان نادي الزمالك دعم بعض اللعيبه عندها خبرات، لعيبه كانت بتلعب في النادي الاهلي واكيد عايزه تثبت ذاتها، دعم بعض اللعيبه فوق، في ناس فائت مع التدعيمات في نادي الزمالك، شايف ان الخبرات هنا برضو في نادي الزمالك اعتقد مع طبعا التغييرات بتاعت مجلس الاداره، مع الحاجات اللي هم عملوها، مع مش عارف حصل ايه، فبالتالي هم عندهم برضو يعني عندهم استعداد كويس للقاء، كله عاوز يكسب اللقاء. ولكن لعيبه النادي الاهلي اعتقد ان هم مهم جدا انك انت ما تفقدش الكوره، تركز في الباس، الخطوط كلها تكون متقاربه ما تبقاش بعيده، يكون في تركيز. واعتقد ان مستر كولر مع الكواليتي بتاعت اللعيبه هيلعب خطه متوازنه، ولكن اكيد بشكل هجومي في اول اللقاء بنسبه كبيره، ان هو طبعا عايز يسيطر على اللقاء وعايز ياخد اللقاء، واللعيبه اللي موجوده ان شاء الله اتمنى ان هي حالتها تبقى كويسه في الماتش. مين اقرب للفوز يا امير؟ الاقرب النادي الاهلي ان شاء الله، يعني النادي الاهلي زي ما قلت لك كابتن اسلام ماشي بسيستم كويس، عنده اللعيبه كويسه جدا، الدوافع اكبر، خبرات اللعيبه اكتر، يعني شخصيه اللعيبه اكتر، شخصيه النادي الاهلي بتفرق جدا في اللقاء اللي زي ده، اللعيب بينزل لابس تيشيرت النادي الاهلي عارف ان يعني ما ينفعش يخسر، موضوع مختلف. موضوع حقيقي. مختلف يمكن يعني احنا انا وحضرتك لعبنا ولبسنا تيشيرتات النادي الاهلي لها قيمه كبيره جدا، فبالتالي اللعيبه مش محتاجه اقول لهم ايه، وكل لعيب انا دايما كنت متعود اقول الرسائل الاخيره للاعبين، ولكن الحقيقه في مثل هذه المباريات الواحد مش محتاج، اللعيبه مش محتاجه صحيح يعني. مش محتاجين، لان كل واحد عنده شخصيته حقيقي. كل واحد عنده خبراته، لعبوا كتير الماتشات اللي زي دي، ماتشات حاسمه حقيقي. فالاجواء اللي زي دي بالنسبه لهم عادي. اتمنى ان شاء الله مصطفى يبقى بيكمل نفس التركيز الهدوء بتاعه، اللعيبه تأدي بشكل كويس، وانا واثق في اللعيبه والجهاز الفني والجمهور طبعا الكبير الموجود مع مساندة طبعا مجلس الاداره كابتن خطيب وكل الناس، اكيد في اجتماعات وكلام كتير جدا قبل البطوله، فبالتالي ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في اللقاء ويحرز البطوله باذن الله. امير انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ورب كل التوفيق سواء مع منتخب مصر او في حياتك خلال الفتره منتخب مصر 2009 طبعا. حبيبي يا كابتن اسلام، وانا سعيد ان انا كنت معاك، دايما انا بتشرف ان اكون موجود مع حضراتكم في قناه النادي الاهلي بيتي طبعا، واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب دايما باذن الله. امير الحقيقه من الناس اللي دايما لما تكلمه في اي وقت يقول لك ما بيطلعش كتير، خلي بالكم امير، ولكن معانا بنكلمه بيجي على طول الحقيقه، وبيقول لك عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، فشكرا جزيلا لوجودك معانا. شكرا يا كابتن اسلام. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل كريم سعيد وايمن جيلبرتو في ضيافه البيت الكبير.